مصر بتستمر في تعزيز دورها الدبلوماسي على المستوى الدولي، وبتخطو بثبات نحو نشر السلام في المنطقة، وبتلعب دور محوري في قيادة ملفات اللاجئين. خلينا نشوف ونتابع سخاء مصر في استقبال اللاجئين وتعزيز قدرتهم على التكيف، لجانب جهودها في حل النزاعات الإقليمية واللي احنا شايفين انه بيحظى بإشادة واسعة من المجتمع الدولي. يعني خلينا نقول ان تصريحات ممثلي الأمم المتحدة بتثني على التزام مصر الطويل تجاه ملف اللاجئين، بتؤكد على أهمية التضامن الدولي معها وبحسن إدارة هذا الملف وقدرتهم على دمج اللاجئين في المجتمع المصري. على الهاتف معنا السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، واللي هيقدم لنا رؤيته حول هذه الملفات الثلاثة. سيادة السفير، بعد التحية، ثلاث إشادات أممية، منها إشادة بحسن إدارة ملف اللاجئين، إشادة من حيث التأثير بالقوى الناعمة، وإشادة بحسن إدارة مصر في ملف النزاعات الدولية. أبدأ بقدرة مصر على نشر السلام وحل النزاعات في المنطقة، ملف غزة نموذجا، رؤية حضرتك يا فندم. لأن إحنا أصحاب دبلوماسية قديمة، من أقدم الدبلوماسيات في العالم، بدأت تحديدا 2000 سنة قبل الميلاد عندما ذهب الجيش المصري بقيادة أحمس لتحرر فلسطين من غزو الهكسوس، ثم وقتها عقدنا أول معاهدة في التاريخ تدرس على أن أول من عقد معاهدة سلام في التاريخ هي مصر. ثم توالت الغزوات، وبالذات في مسألة فلسطين لأنها الجوار المباشر والمهم للأمن القومي المصري، صلاح الدين الأيوبي ومقاومته للحملة الصليبية، ثم مقاومة المصريين للحملة نابليون، ونابليون هو الذي أشار بزرع هذه الدولة الغريبة على المنطقة، صحيح، لكي تفصل بين المشرق العربي والمغرب العربي. ثم في العهود الحديثة التي عاصرناها في نهاية الملكية وبداية جمال عبد الناصر، واصلنا هذا الكفاح من أجل غزة ومن أجل فلسطين. هي واجب علينا لأنها دولة جارة ودولة شقيقة، لكن هي أيضا جزء من الأمن القومي المصري الذي كنا نعتبره وما زلنا نعتبره عند اللافقية. الأمن القومي المصري ليس عند غزة، إنما يبدأ من الشمال عند اللافقية، وبالتالي بذلنا كل الجهد والجهيد في من أجل هذه القضية وتوالت القضايا. أما موضوع الهجرة فطبعا معروف أن مصر مستضيفة الآن 9 ملايين ضيف أجنبي، 5 مليون سوداني لا يعتبرون غرباء، ونرفض إخطار وكالة غوث اللاجئين بأنهم لاجئين لسبب بسيط. أنا من الجيل الذي هتف لعلم مصر والسودان حتى كنا في الجامعة، وكان رئيس اتحاد طلاب الجامعة في الإسكندرية محمد عبد المنعم وهو سوداني، وبالتالي لا نعتبر السودانيين غرباء عنا، بل زادوا الآن 500,000 آخر نتيجة الأزمة الموجودة في السودان. لدينا 1,000,000 سوري، لدينا فلسطينيين، لدينا لبنانيين، من كل الجنسيات ستجدهم معنا، حتى الأفارقة الموجودين. هنا يأتي التزام مهم مصر ملتزمة به عن مبدأ وعن التزام قانون، إن اتفاقيات المعقودة بين مصر ومختلف التجمعات الإقليمية، في ذهني بالذات التجمع الأوروبي، نحن تعهدنا كلا الطرفين بمحاربة الجريمة المنظمة. والجريمة المنظمة بنفسر في تجارة المخدرات، بغسيل الأموال، الإرهاب، والهجرة غير المشروعة. وهنا تأتي الإشادة، الاتحاد الأوروبي في كل مناسبة تتناول هذا الأمر يشير بأن مصر لم تكن أبدا معبرا للهجرة غير المشروعة في اتجاه أوروبا، على عكس دول كثيرة يعني تريد أن تتمسح في الاتحاد الأوروبي وتكون هي في نفس الوقت مصدرا لهذه الهجرة التي تقلق أوروبا. فأوروبا الحقيقة تحتاج لمهاجرين، لأن أوروبا كما تعلم بتنقرض، معدل المواليد أقل من عدد الوفيات، لكنها تريد هجرة منتظمة. لهذا هقول لك خبر جيد، إيطاليا منح لمصر 6,000 تأشيرة لمن يريد أن يهاجر هجرة قانونية مشروع. اليونان 3,000 تأشيرة، لأن اليونانيين أنا يعني
أحد سفراء اليونان قال لي بكل اعتزاز إن أفضل عناصر البحرية اليونانية هي المصريين القادمين من عزبة البرج من بلدنا في دمياط، لأنهم ناس محترمين جدا وحارة من الدرجة الأولى. بل أيضا صناعة المنسوجات في اليونان تعتمد على مصريين من دمياط، لأنها كانت بلد المنسوجات دائما. كل دي أشياء توضح لك أن سمعة مصر في هذا الملف من أفضل ما يمكن، وليس فقط فيما يتعلق بالهجرة، وإنما فيما يتعلق بكل أنواع الجريمة المنظمة التي نحاربها. طيب سعادة السفير، لو جينا اتكلمنا عن او استكملنا كلام في ملف اللاجئين، بنلاقي ان اللاجئين في الدول المختلفة بتبقى حاجة يعني قنبلة موقوتة في التعامل معها، متحدد لهم مكان لا يتم دمجهم، التعامل معهم من وراء اسوار او من وراء اماكن محددة. ولكن في مصر الدمج موجود وكامل، ويتم التعامل معهم في الحقوق وكأنهم مواطنين مصريين، يتلقون الدعم ويتلقون العلاج بالمجان، مكانهم موجود في الوحدات الصحية المختلفة، مكانهم موجود في المدارس الرسمية المختلفة. كيف تم دمج الضيوف الموجودين على أرض مصر؟ يعني هو أحد الأسباب المهمة أن معظمهم من الدول العربية، وميزة الدول العربية أنها قومية الذين يتحدثون اللغة العربية، وبالتالي لا يبدون كأغرب. حتى بعض الأفارقة، نحن نشاهد كثير من الأفارقة بسرعة بيتعلموا اللغة العربية ويندمجون في مجتمعنا. قارني هذا بتصريحات المرشح الرئاسة الحالي الرئيس الأسبق ترامب الذي يهاجم الهجرة إليه، وهو في بلد الهجرة. أمريكا أصلا لم تكن بلده ولا بلد أجداده، هي بلد الهنود الحمر الأمريكان، فإذا به الآن يعتبر نفسه عنصر مختلف والرجل الأبيض، ويحارب الملونين ويريد أن يطردهم من الولايات المتحدة. فقرن هذه النظرة بتلك، نحن بلد آمن يحتضن كل من يلجأ إليه، وكما قلت لا نعتبرهم لاجئين ولا نبلغ بهم وكالة الهجرة الدولية ولا نضيق بهم ذرعا. طبعا هذا عبء كبير جدا على الاقتصاد المصري، ولكن مرحبا واهلا وسهلا، بنستطيع ان نتعايش. حتى ان 10% من الموجودين على ارض مصر صاروا غير مصريين، وده يعني شيء رقم كبير. يعني اعان الله مصر وشعبها ومسؤوليها على تحمل هذا التحدي الكبير. طب فيما يتعلق بملف الاقتصاد، وحضرتك بتقول ان هي يعني مشكله اقتصاديه، احدى الدول تتاجر باللاجئين لديها وتأخذ معونات من الاتحاد الأوروبي رغم عدم دمجهم في المجتمع بتاعهم، ونحن لدينا إشادات دولية وأممية بحسن إدارة هذا الملف وبدمجهم، ولا نستطيع دبلوماسيا أن نحصل على مثل هذه الحقوق. تعليقك، وحضرتك يعني كنت مساعد وزير الخارجية، وبالتأكيد ملف الدبلوماسي هنا يمكن في بعض العقبات اللي احنا ما نعرفهاش، لو توضحها لنا يا فندم. لا، انت تحصل على حقك ونص، لان انت تحصل على هذه الاشاده. ثم لاحظ ان الاتحاد الاوروبي هو اكبر داعم اقتصادي لمصر، وجزء من المساعدات موجهه لمساعده مصر على مواجهه اعباء المشاركه المصريه الاوروبيه، التي منها محاربه الجريمه المنظمه. ونحن نحصل على مساعدات في صوره منح وليس قروض من الاتحاد الاوروبي. نفس الشيء لحد كبير مع الولايات المتحده. فبالتالي لا، يعني ثق ان المفاوض المصري لن يترك حق، لكن في النهايه هو موقف اخلاقي صحيح، اكثر منه موقف يستجيب لمساعدات او لتمويل. اما الدوله التي تتحدث عنها حضرتك فهي ليست فقط استخدمت المهاجرين لتهديد الامن الاوروبي، وانما استخدمت المهاجرين في قضية ليبيا عندما نقلت 10,000 مرتزق إلى ليبيا، صاروا يهددون الأمن القومي المصري، وبارك الله في أبنائنا وقواتنا المسلحة التي أعطتهم درسا يعني غير مسبوق، فأوقفت هذا الوباء. ده شيء غير محتمل. بالتالي مصر إلى جانب أنها هينة لينة تجاه ضيوفها، إلا أنها لا تقبل أبدا الاعتداء على أمنها القومي أو حدوده. طيب احنا بنيجي نتكلم عن
يعني القوة الناعمة، وبنتكلم عن أن تم اختيار مصر ضمن أكثر 10 دول أفريقية تأثيرا في القوة الناعمة. احنا بنتكلم عن باع طويل لينا، ويمكن قوتنا الناعمة قعدت لسنوات كبيرة هي الأساس في التعامل. لو حضرتك تكلمنا عن إزاي مصر احتلت واحد من ضمن أفضل 10 مراكز في القوة الناعمة تأثيرا في أفريقيا. طبعا لأنها دبلوماسية سلمية هادئة تدخلت في كثير من النزاعات وحلتها، شاركنا في كثير من قوات حفظ السلام في أفريقيا في بلدان، بل في المكسيك في أيام إبراهيم باشا أرسلنا قوات مصرية للمكسيك، كلها كانت بغرض تأمين الحالة السلام وليس للعدوان على أحد، فبالتالي لدينا تاريخ طويل. أيضا شيء نعتز به أن هناك 11 مليون مصري يعملون في أوروبا، في الخليج، في أمريكا، في أستراليا، وكلهم ما شاء الله على أفضل ما نأمل من السمعة الطيبة، خصوصا إخواننا المصريين في أوروبا، لأن اللي بيهاجر أوروبا بيكون طبعا مستوى ثقافي أعلى وبيكون بيتحدث اللغة، وبالتالي سمعتهم مهما تتصوري مش بس على المستوى الرسمي. أنا يعني خدت سيارتي ودخلت محطة بنزين أخذ بنزين، فسألني المهندس أنت منين؟ قلت له من مصر، فقال لي أحسن موظفين عندنا وعمال هم المصريين. استغربت لماذا؟ قال لي المصري لا ييأس أبدا من الإصلاح ويمارس الإصلاح في السيارة، ولا يتعامل مع السيارة أنه يعني يستفيد بتغيير قطع الغيار فقط، وبالتالي يعني السمعة طيبة للغاية. وكما أشرت إلى أن اليونانيين يعتزون بالبحرية المصرية، إذا سمعة المصري في الخارج هي سمعة طيبة. أضيف لهذا أن هؤلاء المصريين نجحوا في أن يحولوا لمصر سنويا أكثر من طبعا 30 مليار دولار سنويا، وهو أكبر مصدر للعملات الأجنبية تحصل عليه مصر. صحيح. هذا هو التاريخ، وهذه يعني سياساتنا وسمعتنا من أفضل ما يمكن ولله الحمد. إذن ثلاث إشادات أممية، إشادة بحسن إدارة ملف اللاجئين، إشادة بحسن إدارة ملف النزاعات الإقليمية وغزة نموذجا، وإشادة أيضا من الأمم المتحدة بأن إشادة من أن مصر من أكثر دول 10 دول أفريقية تأثيرا في القوة الناعمة. شكرا للسيد سفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق على التوضيح والتحليل على كل هذه الملفات بالتفصيل. أكيد.